ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنت صغيره بتشيل هم قريتها كلها وبيختارها المحيط علشان تنقذ اهلها من وحش الظلام، يا ترى هتعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه في الكرتون اللي معانا النهارده، واحب اقول لك النهايه تصدمك. لو عايز تعرف ايه اللي هيحصل كمل الفيديو معانا للاخر واضمن لك انك هتتبسط. بس قبل ما نبدا، ما تنساش تصلي على النبي علشان اخد حسنات وتاخد حسنات. بيبدا الكرتون بصوره الجزيره الام اللي بيكون اسمها دفتي، واللي كمان بتنشر الحياه في المناطق المجاوره كلها، وده بسبب قلبها لكله خير. وعلشان محدش بيسيب حد في حاله، بيجي راجل شرير ومخادع اسمه ماوي وبيسعر القلب ده، وبيستخدم الخطاف اللي معاه اللي بيديله القدره انه يتحول لاي حيوان هو عايزه، وبيقدر فعلا انه يسرق قلب دفتي. لكن فجاه كل حاجه بتتحول لظلام، والظلام ده بياكل كل حاجه في الجزيره، فبيهرب ماوي بسرعه. لكن بيقابل وحش الظلام اللي كان بيسعى كمان للحصول على قلب دفتي، وبمجرد ما بيتصادم مع خطافه بيختفي ماوي والخطاف بتاعه كمان قلب دفتي. ومن ساعتها والظلام بينتشر في كل حته، وعلشان ننقذ العالم من الهلاك لازم نعدي المحيط ونجيب قلب دفتي ونرجعه ليها من تاني. وبيكون اللي بيحكي القصه دي هي جده موانا، بطله فيلمنا النهارده، وبتكون هي الوحيده اللي مهتمه بكلام جدتها في الوقت اللي بيكون فيه باقي الاطفال خايفين. لكن ابوها بيدخل فجاه وبيقول لامه كفايه بقى يا حاجه تخويف في العيال، وبيطمن الاطفال اللي مفيش وحوش ولا حاجه. اما بقى موانا فبتكون في عالم لوحدها وبتجري على المحيط علشان تلعب، لكن بتشوف سلحفاه بره المحيط فبتساعدها ترجع للمحيط من تاني. وبتحصل حاجه غريبه قوي، بيتحرك المحيط وكانه تحت طوع موانا، لو كمان بيلعب معاها وبيسلمها قلب دفتي اللي كل الوحوش عماله تدور عليه. لكن ابوها بيجي بسرعه وبياخدها وبيرجعها لامها قبل ما تغرق. وبنشوف بعد كده مظاهر الحياه في القريه اللي اهلها عايشين في سعاده، وبيعملوا من اللبوس ادواتهم اللي بيستخدموها بياكلوا السمك من المحيط وجوز الهند من النخل. وبتروح ترقص مع جدتها على المحيط لحد بقى بنشوفها وهي كبيره ولسه جدتها عماله تاكل دماغها بحوارات المحيط، وبتشوفها اكتر انها تعدي المحيط. اما بقى ابوها فلسه بينقذها من جدتها زي زمان، وبيلحقها قبل ما تتسبب في غرقها وبيقول لها يا موانا يا بنت انا عايزك تنسي حوار عبور المحيط ده، انت اتولدت علشان تبقي زعيمه من بعدي وتحكم الجزيره كلها وتكملي مسيره جدودك اللي حطوا طوبه على طوبه في الطريق زعامه. وبتقتنع موانا بكلامه وبيرقصوا مع اهل القريه السعيده اللي فرحانين بمراسم تتويج موانا. وبنشوف بعد كده موانا وبتحل مشاكل القريه كلها زي ان شجر جوز الهند بقى يطرح جوز هند بايظ، لكن موانا بتلوم بكل حكمه انهم يزرعوا في مكان تاني. لكن الموضوع بيبقى غريب جدا، حتى الصيادين مش شايين اي سمك في المحيط. وفي الوقت ده بتقول موانا لابوها انهم لازم يعبروا المحيط وهناك اكيد هيلاقوا اسماك كتير، لكن ابوها بيتضايق منها انها لسه حاطه الموضوع في دماغها وانه كان فاكر انها عيلت خلاص. ولما بتقعد موانا زعلانه بعد ما هو زعق معاها بتحاول امها توسيها، وبتفهمها ان ابوها بيعمل معاها كده لانه كان زيها وهو صغير وكان برضه عايز يكتشف المحيط هو وصاحبه، لكن المحيط غدر بيهم وخطف منه صاحبه، ومن ساعتها هو بيكره المحيط وبيحاول يحميك منه. لكن موانا بتقرر تجري ورا حلمها وبتاخد الخنزير وبتركب القارب وبتستعد للابحار. وبمجرد ما بتدخل المحيط بتكون قلقانه، لكن بتكمل لحد ما بيقابلها موجه صغيره وبتعديها عادي، لكن بيقابلها واحده اكبر منها اللي بتقلبها هي والقارب بتاعها وبتتحشر رجليها في الشعب المرجانيه كمان. وبعد معافاه كبيره بتقدر تخرج من المحيط بسلام هي والخنزير، لكنها بتقول لجدتها انها خلاص حرمت وانها مش هتنزل المحيط تاني. بس بتتضايق ان جدتها ما حاولتش تقنعها بالعكس، وبتكون الجده عارفه ان موانا بتقول اي كلام فبتاخدها معاها عشان تعرفها الحقيقه. وبتنزل موانا المخبأ ضخم جدا فيه كميه كبيره من المراكب العملاقه، وبتعرف من الرسومات اللي على المراكب انهم كانوا رحاله ومغامرين زمان وان حياتهم كلها كانت سفر في المحيط. ولما بترجع لجدتها بتقول لها انت عندك حق، لكن بعد اللي حصل في دفتي وماوي وسرق قلبها كلهم خافوا من المحيط واستقروا عند اول جزيره قابلتهم. وبعد كده بتاخدها للمحيط وبتديها قلب دفتي وبيسلم على المحيط، وبتفرح موانا من اللي بيحصل لانها كانت فاكره ان اللي حصل معاها وهي صغيره ده كان حلم. وبتجري بسرعه على ابوها علشان تقول انهم كانوا رحاله زمان وان المحيط اخترع علشان ترجع قلب دفتي ليها من تاني وانقاذ العالم. لكن في الوقت ده ابوها بيكون زي خلاص وبيزعق معاها وبياخد منها قلب دفتي يرميه، وبيقول لها انه كان المفروض يحرق المراكب دي من زمان. لكن هما بيتخانقوا بيجي لهم خبر ان جدتها تعبانه، ولما بيروحوا يطمنوا عليها بتكون خلاص بتطلع في الروح. وقبل ما تموت بتقول لها المحيط اختارك روحي ودور على ماوي، واول ما تلاقيه قولي له انا موانا من عشيره موتولي وهتركب معايا المركب دلوقتي حالا علشان نرجع قلب دفتي. وفعلا بتروح موانا تركب المركب وتتحرك، لكن بتتفاجئ ان الفرخه ركبت معاها المركب، والفرخه مجنونه اول ما بتشوف المحيط حواليها في كل حته بتخاف جدا فبترمي نفسها في المحيط وبتنقذها موانا وبتسهر طول الليل بالعافيه. وكل ما بتنام المحيط بيصحيها لحد ما بيدخل عليها موجه عاليه جدا وغيمه قويه بتقلب القارب بيها وبتكون هتموتها، لكنها بتحاول تنقذ نفسها باي طريقه وبتمسك في القارب وبتحاول تنجو بحياتها. لكن المحيط بيكون اقوى منها بكتير، وبتصحى تلاقي نفسها مرميه في جزيره بعيده هي والفرخه والقارب. واول ما بتفوق بتزعق من المحيط اللي المفروض انه يساعدها لكنه ما عملهاش اي حاجه خالص. لكن اول ما بتبص وراها
بتلاقي على الصخرة علامات لخطاف ماوي، وبتعرف ان هي دي الجزيرة اللي مستخبي فيها ماوي العظيم. بتستخبى موانا من ماوي، لكن لما بيشوفه بيطلع حاجة تانية خالص، وبتحاول تقوله اللي جاية هتقوله له، لكنه مش بيديها اي فرصة، وبيفضل يتكلم عن نفسه لحد ما اخيرا بيديها فرصة تتكلم. فبتقوله انا موانا من موتولي، وهترجع معايا علشان نرجع قلب دفتي. وفي الوقت ده بيضحك عليها ماوي، وبيبدا يحكي لها عن الوشوم اللي في جسمه، اللي كل واحد فيهم ليه قصة مميزة، وقد ايه الناس بيحبوه، وانه كان معشوق الجماهير في عصره، وبياكلها بالكلام لحد ما بيدخلها للكهف وبيحبسها فيه. وبتفضل تزعق معاه لانه مخادع، لكنه بيقول لها انا من غير الخطاف بتاعي ولا حاجه، يعني من الاخر كده مش هينفع الحوار اللي انت عايزاه ده خالص. بياخد القارب بتاعه والفرخه كمان، وبيتحرك في المحيط في طريقه علشان يلاقي الخطاف بتاعه. وبتلاحظ موانا فتحه في الكهف، فبتطلع على التمثال بتاعه، وبتخرج من الفتحه وبتنط بسرعه على القارب، لكن بتقع في المحيط، وبيضحك عليها ماوي وبيسيبها ويمشي. وفي الوقت ده المحيط بيساعدها موانا، وبيحركها لحد القارب وبيطلعها كمان، وكل ما ماوي يرميها من القارب المحيط بيطلعها تاني لحد ما بتزهق، وبتقول انهم لازم يرجعوا قلب دفتي علشان ينقذوا العالم. وبيكون ماوي خايف من قلب دفتي، لان هو اللي عمل فيه كل ده وخلاه معزول 1000 سنه. وفصل كلامهم بيدخلوا عليهم قراصنة جوز الهند، اللي بيكونوا عباره عن مجموعه كبيره من جوز الهند اللي بيسعوا هم كمان ورا قلب دفتي، وبيبداوا يرموا السهام على موانا وماوي، وبيتحد ماوي مع موانا علشان يقدروا يهربوا من قراصنة جوز الهند. اما بقى الفرخه المجنونه، فبتعمل اللي عليها وبتخبي قلب دفتي، لكن بتخبيه في بطنها. والقراصنة بدل ما بيحاولوا يسرقوا قلب دفتي، فدلوقتي بيحاولوا يخطفوا الفرخه، وفعلا بيقدروا يخطفوا الفرخه، وبيحاول ماوي يهرب بسرعه لانه كده كده مش فارق معاه قلب دفتي، لكن موانا طبعا مش هسيب قلب دفتي وتمشي. فبتاخد المجداف وبتطلع على سفينه قراصنة جوز الهند، وبتنزل فيهم ضرب واحد واحد. وبمجرد ما بتنقذ الفرخه وقلب دفتي، بتنط بسرعه في المحيط اللي بيوصلها للقارب بتاعها، وهناك بتعاتب ماوي اللي سبق مع القراصنة ومشي، وبتحاول تقنعه انه يسمع كلامها ويرجعه قلب دفتي، وان ساعتها يرجع بطل من تاني بعد ما سمعته اتشوهت في التاريخ. ويا عم لو على الخطاف بتاعك هنروح نجيبه الاول علشان تعرف تواجه وحش الظلام، وبعد كده هنرجع القلب. وطبعا ماوي اول ما بيحس ان شهرته هترجع له من تاني متحمس، وبيقول لها يلا انا معاكي، وبيبدا يحضر القارب للابحار. وبنشوف انه خبره في الابحار وتحديد الطريق، فبتطلب منه موانا انا اعلمها طريقه الابحار، وبيرفض ماوي لان ما عندوش وقت للعب العيال ده، لكن المحب يضربه ضربه بتشله، وبيضطر يعلم موانا علشان يعرفوا يوصلوا لواجهتهم، وبيعلمها ازاي تحدد الاتجاهات من النجوم، وازاي تحدد حركه الامواج من اتجاه الميه وبرودتها. وبتنام موانا وبتحلم ان الظلام انتشر في العالم كله، لحد ما بيوصل لقريتها وبيدعي على ابوها وامها كمان، لكنها بتصحى مفزوعه وبيقول لها ماوي ان مفيش بحر بينام في المحيط، وده اول درس لازم تتعلميه، لان البحر غدار ولازم تكوني صاحيه له طول الوقت. وبيوصلوا اخيرا للمكان اللي فيه الخطاف بتاع ماوي، اللي بيكون مستولي عليه وحش اسمه المتوهج، وبيقول لها خليكي انت مع الفرخه لحد ما اروح اجيب الخطاف وارجع لكم تاني. لكن موانا ما بتسمعش كلامه، وبتتسلق الجبل هي كمان، وتقول ان المحيط اختارها علشان تنقذ العالم، وانها هتبقى قد الثقه دي. وبيعرف ماوي ان الكلام معاه ملوش فايده، فبيسيبها تمشي وراه خلاص. ولما بيوصلوا قمه الجبل بيكون فاضي، لكن ماوي بيكون عارف طريقه الدخول، وبيقول كلمه السر وبيضرب الارض، فبتظهر حفره عميقه جدا، وبينط ماوي، لكن موانا بتكون خايفه تنط، بس بتقرر تستجمع قواها وبتنط وراها على طول. انها بتنزل في مكان غريب مليان بالوحوش الغريبه والمرعبه اللي بتهرب منهم بكل صعوبه، وبتشوف الخطاف بتاع ماوي، فبتروح عليه، لكن ماوي بيظهر من وراها بيخضها. تيجي على باله فكره، وهي انه يستغل موانا انها تبقى طعم لحد ما المتوهج يظهر ويهجم عليه وياخد الخطاف بتاعه. وبتنفذ موانا الخطه، لكن اللي بيحصل انها بتكون واقفه على ظهر المتوهج، وبيقوم وبيمسكها علشان يتخلص منها، فبتحاول تنقذ الموقف، وبتقول انها معجبه بيه وبأسطورته، واللعبه فعلا بتخيل عليه، وبيبدا يحكي لها عن انجازاته وقد ايه هو جامد، وانه عاشق لاي حاجه متوهجه علشان كده اسمه متوهج. وبيستغل ماوي الفرصه وبيطلع على ظهر المتوهج علشان ياخد الخطاف بتاعه، لكن المتوهج بيلاحظه وبتبدا المعركه. وبنشوف ان المتوهج مش طايق ماوي، وانه كان السبب في قطع رجل من رجوله، اما ماوي فبيكون مش عارف يستخدم الخطاف زي زمان، وشكل كده الالف سنه اللي اتعزل فيهم اثروا عليه. فبتحاول موانا تساعده باي طريقه، لكنها ما بتعرفش، وبيحبسها المتوهج لحد ما بيخلص على ماوي الاول. لكن موانا بيشوف ان ماوي طالع عينه، وانها لازم تتصرف وتساعده، وعلشان هي عارفه ان المتوهج بيحب يجمع الحاجات المتوهجه، بتاخد حجر شبه قلب دفتي وبتغطيه باللون الفسفوري علشان يبان متوهج، وبتديله في مقابل انه يسيب ماوي. وفعلا بيهتم المتوهج بالحجر وبيسيبهم يهربوا، لكن بيكتشف انها خدعه وبيحاول يلحقهم، بس ما بيلحقهمش، وبيخرجوا من الجبل بسلام. وبيكون ماوي متضايق لانه ما بقاش ليه لازمه، وحتى الخطاف اللي كان بيمد بالقوه ما بقاش عارف يستخدمه، وبيقول لها انها خلاص تنسى اللي هي عايزاه لانه خلاص ما بقاش نافع. لكن موانا بتحفزه جامد وبتقول له انه مش الخطاف هو اللي هيخليك بطل، اصرارك وعزيمتك هما اللي هيخلوك بطل. لكن ماوي ما بيفرقش معاه الكلام، وبيقول لها انه كان الناس كلها بتحبه وبيشجعه كمان، لكن بمجرد ما فقد قوته بيقلبوا عليه وبيبقى
تبقى مجرد راجل شرير معزول في جزيره لوحده، لكن موانا بتقعد معاه تواسي وتقول له ان المحيط اختارك انت كمان لسبب معين وانك لازم تكون قد الثقه دي. وفي الوقت ده بيتحمس ماوي وبيقوم يحاول مع الخطاف مره ورا التانية لحد ما بيقدر يتحكم في التحول وبيبحروا في طريق جزيره الام دفتي. واول ما بيوصلوا بيقول ماوي لموانا لاول مره ان المحيط كان صح لما اختارها، وبتفرح موانا جدا وبتقول له يلا بينا ننقذ العالم. واول ما بيوصلوا بيتحول ماوي لصقر وبيتحرك في اتجاه وحش الظلام، لكن بيحصل تصادم بين الخطاف بتاعه ووحش الظلام وبيقع ماوي في المحيط فبيرجع المركب بسرعه. وبتيجي على بال موانا فكره بعد ما خد بالها ان وحش الظلام ما يقدرش يتحرك في المحيط، فبتغير وجهتها علشان تعبر الخندق، لكن ماوي بيكون عارف انه مش هيلحقه وبيحاول يحذرها اكتر من مره، لكنها ما بتسمعش كلامه وبتكمل في طريقها لحد ما بيهجم عليهم وحش الظلام وبتصدى ليه ماوي بالخطاف بتاعه، وبيحصل انفجار كبير في المحيط وبتفوق موانا بعد التصادم اللي حصل. وبيكون ماوي قاعد حزين وبنعرف ان الخطاف بتاعه اتشرخ، ولو حصل تصادم تاني بينه وبين وحش الظلام فالخطاف هيتدمر نهائيا. وبيزعق معاها ماوي وبيقول لها انه لا كرم من غير الخطاف بتاعه، وبيقول لها انه مش عارف المحيط اختارها هي ليه. ولما موانا بتحاول توقفه بيسيبها ويتحول لصقر وبيطير لبعيد. وفي الوقت ده موانا بتكون دخلت في حاله اكتئاب وبتسال المحيط انت ليه اخترتني انا ما اصلحش للمهمه دي، وبتسلم المحيط قلب دفتي وبتقعد حزينه. لكن جدتها بتتجسد في هيئه روح وبتتفاجئ موانا بوجودها، لكن ما بتفرح جدا وبتشتكي لها من اللي حصل وانها مش قد انقاذ العالم. فبتقول لها جدتها انها معاها في اي حاجه ولو عايزه ترجع للقريه من تاني هترافقها لحد هناك، بس موانا بتتردد انها ترجع وبتكون حاسه انها لسه ما عملتش كل اللي تقدر عليه. وبتلهمها جدتها انه تم اختيارها لسبب وانها تقدر تنقذ العالم من وحش الظلام وترجع قلب دفتي من تاني. وفعلا موانا بيرجع ليها الامل من تاني، واول ما جدتها بتختفي بتنزل المحيط بسرعه تدور على قلب دفتي وبتلاقيه فعلا، وبتطلع تجهز نفسها للرحله وبتصلح القارب من اي حاجه صابته، وبتستخدم مهارات الملاحه اللي اتعلمتها من ماوي قبل ما يسيبها ويمشي، وبتتحرك في اتجاه وحش الظلام بكل سرعتها وبتعمل التحدي اللي كان السبب في تدمير القارب بتاعها اول مره، وبتقدر فعلا انها تخدع وحش الظلام وبتعدي الخندق زي ما هي عايزه. لكن اللي ما كانتش عامله حسابه هي كرات النار اللي بيرميها عليها وحش الظلام، وبتقلب بيها القارب وبتكون خلاص هتموت من كرات النار اللي جايه عليها، لكن بيظهر ماوي بينقذها في اخر لحظه وبيعرفها ان ماوي معشوق الجماهير واقوى واحد على الاطلاق. وبتكون خطتهم ان ماوي يلهي وحش الظلام بالوقت اللي تروح فيه موانا للجزيره وترجع قلب دفتي، وبيبدا ماوي فعلا تنفيذ الخطه وبيقاتل وحش الظلام بكل قوته لحد ما بيحصل بينهم التصادم الاخير وبيتدمر الخطاف بتاعه. وبتجري موانا بسرعه علشان ما تضيعش تضحيه الخطاف على الفاضي، لكن بتكتشف ان دفتي مش موجوده، وعلى الناحيه الثانيه بيكون ماوي بيحاول يلفت انتباه وحش الظلام باي طريقه، لكن موانا بتعرف ان وحش الظلام هو دفتي بس بعد ما قلبها اللي كان في كل خير سرق منها. وبتشق المحيط وبيتفتح ليها الطريق لدفتي علشان تروح وترجع لها القلب من تاني، واللحظه دي بترجع دفتي لطبيعتها وبتتحول 180 درجه وبتنشر الخير في المكان كله. وبتشكر موانا وماوي اللي بيعتزل ليها وبتسلموا خطاف جديد غير اللي باظ، وكمان بتعمل لهم القارب اللي هيرجعوا بيه لقريتهم، وبتنام دفتي في سلام. وبتقول موانا لماوي انها عايزاه يرجع معاها لقريتها وانها لا محتاجينه، لكنه بيقول لها كفايه انت معاهم، وبيطير علشان يكمل رحلته في استكشاف العالم. وبترجع موانا لابوها وامها بعد ما الخير انتشر في كل مكان وبيفرح بيها كل اهل القريه وبيعيشوا كلهم في سلام بعد ما بيرجعوا لقصهم وبيبقوا رحاله من تاني. وبكده يكون فيلمنا خلص النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ل 10000 لايك، وما تنساش تكتب لنا في التعليقات ايه الملخصات اللي انتوا عايزين تشوفوها. سلام.